بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم المحاضرة رقم 11 من سلسلة المحاضرات الخاصة بحلول اختبارات البري كالكولس، ما زلنا في فاينل جولاي 2018. سؤال رقم 11 بيقول which of the following is rational number. السؤال ده MCQ، فأنا عايز أختار فين الراشنال نمبر اللي هنا. الراشنال فورم ممكن يكون حاجة من ثلاثة، إما يكون عدد صحيح، أو يكون عدد وفي جزء كسر، يعني في ديسيمال بارت، بس بشرط إن الأرقام اللي موجودة في الديسيمال بارت تكون فاينايت، محدودة، مش لازم يكون رقمين ديسيمال، لا ممكن يكونوا أكتر أو أقل، بس يكون عدد محدود. الحاجة التانية ممكن ما يكونش عدد محدود، يعني شايف طبعا أنا لما بكتب اتنين تلاتة بس يبقى كده محدود، لما بكتب بوينت 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 نقط 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 يبقى ده غير محدود. ممكن يكون غير محدود وفي نفس الوقت يكون راشنال، بس بشرط ايه؟ بشرط ان الرقم نفسه يتكرر. يعني تعالى كده هنا بص كده 2.34، تمام، 5 6 5 6 5 6 5 6 وهكذا. لما بلاقي رقم يتكرر ده بسميه ريبيتد بيريود، يعني بيتكرر بفترات ثابته، يبقى ده برضو بسميه راشنال فورم. وملاحظة لحضرتك، لما تلاقي رقم زي ده، في رقم في جزء بيتكرر، ممكن تكتبه كده تشوف مين الجزء اللي بيتكرر، يعني هنا مين الجزء بيتكرر في بالنسبة للديسيمال بارت، بالنسبة للرقم العشري مين الجزء اللي بيتكرر؟ 3 4 لا ما بيتكررش، 5 6 5 6 5 6 بتروح عند الجزء بيتكرر وترسم عليه او تكتب عليه داش. عموما اي واحد من دولت هو الراشنال فورم. لو انا بصيت بقى اي واحد من دولت يعتبر راشنال، جذر 3 ده، جذر 3 لو انت عملته بالكالكوليتور هيبقى تقريبا 1.732050، يعني هو انفينيت، يعني مش فاينايت، انفينيت ومش ريبيتد بيريود، يبقى ده ايراشنال. وطبعا جذر 3 ده ايراشنال، ليه بروف اسمه كونتراديكشن، ده في الديسكريت ماثيماتكس، ان شاء الله نشوفكم قدام في الديسكريت. نروح بقى عند 1.34، 1.34 ايوه دي الحاله الثانيه، ان في الرقم في ديسيمال بارت والاعداد اللي موجوده في الديسيمال بارت فاينايت، يبقى ده راشنال. الاي لا، الاي ده اي تو باور 1 او الاي على ما يعني هو بتساوي 2.71828128، برضو انفينيت ومش ريبيتد بيريود، يبقى ده نوت اراشنال. الباي خدعوك فقالوا ان هي بتساوي 22 على 7، لا الباي لما بكتب 22 على 7 ده رقم تقريبي، لكن الباي مش ب 22 على 7، الباي بتساوي 3.14159265، ده رقم تقريبي وليس بتساوي 22 على 7، فمحدش يخدعك ويقول لك ان الباي 22 على 7 يبقى هي راشنال، لان الراشنال نمبر هو الرقم اللي انا اعرف اخليه في شكل رقم على رقم. الراشنال معناه لو انا عندي رقم اعرف اخليه رقم على رقم، بسط ومقام، لكن الباي مش ب 22 على 7، فبالتالي هي مش راشنال نمبر، الراشنال نمبر الوحيد هو رقم بي. يبقى سريعا مارش، الراشنال نمبر معناها الرقم اللي انا اعرف اخليه عباره عن بسط ومقام، هو ثلاث حاجات، اما يكون رقم صحيح فقط، او يكون رقم ويحتوي على رقم جزء ديسيمال، بس بشرط ان الجزء ده يكون فاينايت، او يكون انفينيت عدد غير منتهي بس ريبيتد بيريود. هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.